ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم خبزة سهلة وسريعة، تنفع فطور تنفع عشاء، قطنية وتخبز بالخبازة. خبزتنا جدا سهلة وما يبيلها مقادير واجد. 3 أكواب دقيق، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقتين زيت طبعا كبار، 3 ملاعق كبيرة زبادي، وكوب موية دافي ورشة ملح بس. اول شيء بسويه اني بخلط السكر والخميرة بالموية وخليها 5 دقائق كذا تتفاعل، وعشان نتأكد ان الخميرة مزبوطة احرك خليط الخميرة والسكر والموية الدافية، مو مغلية ولا هي باردة، واخليها على جنب. ونحط على الدقيق رشة الملح، ونسيت اقول لكم 3 ملاعق حليب بودرة. نخلط المكونات الجافة عشان نبدأ نعجن. لازم تبعدون الملح عن السكر لما والخميرة لما نجي نضيفها عشان ما يبطل مفعول الخميرة، فنخلطها قبل. نبدأ نحط الزيت والزبادي. تشوفون خليط الخميرة شلون تفاعل ما شاء الله. خلاص بضيفها للدقيق الحين. نضيف بعد ما تفاعل للدقيق وأبدأ أعجن. بسم الله. خلاص هذه العجينة تكون لينة وما تلصق باليد. تشوفون شلون ليونتها كذا، وضعها تمام. أبخليها تخمر وبعدين نبدأ نخبزها، وممكن تحشونها بالجبن، وهذا اللي راح أسويه إن شاء الله. راح أسوي خبز سادة وشي يكون محشي بجبنة شدر وأخبزها بالخباز. هذه العجينة خلاص أخمرت، الحين ببدأ أقطعها وأفردها عشان نبدأ نخبزها. فردت العجينة وقطعتها لشكل دوائر علشان نبدأ نخبزها. وبسوي نوع ثاني أني أحشي بالجبنة، أفرد العجينة وأحشيها جبنة شدر وبعدين نقفلها ونفردها ثاني. بوريكم هذه راح أسويها بالجبنة. الحين بفردها ونحط جبنة شدر، أي نوع عندك جبنة شدر، ونسكرها نسويها على شكل كورة. بعد ما حطيت الجبنة الحين بتسكرها لي ونسويها على شكل دائرة، نقفلها زين، نحاول نسكرها عشان نبي نفردها ثانية. هذه اللي حشيتها بالجبنة الحين نبططها شوي باليد، بعدين نفردها بالفرادة أو النشابة على خفيف كذا بهداوة عشان ما تتقطع عليكم. وبس نسخن الخبازة عشان نخبز. بدهن الخبز بحليب وفانيلا، تعطي لمعة حلوة ونكهة حلوة. الفانيلا تعطي نكهة حلوة للخبز، ممكن بدون. وبحط سمسم وحبة سوداء. حطيت الخبزة بالخبازة الحين بالصينية، بغطيها بس لما تبدأ تنتفخ لازم تكشفون الغطاء شوي عشان ما تلذع من فوق. شايفين من فوق؟ هذا ما نبيه يلصق على الخبز. شوفون بدأت تنتفخ. الحين راح أقلبها على الجهة الثانية ويكون رافع الغطاء شوي. ممكن ما تقلبونها لأنه في حرارة من فوق، بس مخمل أنا كربان. شوفوا ما شاء الله خلصت. يلا نكمل الباقي على نفس الطريقة. شوفوا هذا الخبز العادي اللي مو محشي شلون متنفخ ما شاء الله. خلاص بشيل الحين. احد يبي من هالخبيزات المنتفخات اللي تهبل ريحتها؟ ما ادري وش اقول وش اوصف، جنن الريحة. يد واحدة ما تساعد. شوفوا الجمال والذوبان، يا سلام.